حول الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من الرباط السيدة خديجة بناني خبيرة اليونسكو في التربية الأساسية وتعليم الكبار. مرحبا بك معنا سيدة خديجة. إذا ما استثنينا الدول، دول الصراعات في منطقتنا أو في العالم العربي التي تشهد حروب طاحنة، ما هي الدول اليوم التي تشهد فقرا أو تحتاج إلى معلمين ولديها شح في عدد المعلمين إضافة إلى أفريقيا، أكثر تلك الدول؟ شوف يا أستاذ، بالنسبة لجميع الدول العربية وطبيعة الحال دعنا من إفريقيا ومشاكل الحروب ومشاكل المادية ومشاكل اجتماعية كبيرة في الدول الإفريقية، فالعديد من الدول العربية تحتاج إلى في حاجة ماسة إلى العديد من المعلمين، وليس المعلم فقط المعلم الكوف، المعلم المقتدر الذي يأخذ بيد التلميذ، الذي يهيئ الأجيال، الذي يربي الأجيال على روح الوطنية، على تربية دينية، على أشياء كثيرة. فنحن أصبحنا نفتقر إلى هذه المثل العليا التي زرعها فينا معلمونا، أعطاهم الله كل الصحة والعافية. نعم. لماذا سيدة خديجة برأيك لماذا هذا التراجع في يعني الخبرات كما تتحدثين؟ معلمكم سابقا الأجيال السابقة يختلفون اليوم عن معلمي هذا العصر. هو المشكل الآن المشكل المادي أصبح مسيطرا، أصبح له حقيقة دور كبير. هنالك الحياة أصبحت صعبة، متطلبات كثيرة، الحياة حقيقة أصبحت مكلفة كثير، وليس الأمر كما هو شأن سابقا. فيقتضي هذا أنه لا بد، أنا دائما في اعتقادي أكرر وأنادي على أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار، أن نكرم هذا المعلم، أن نوفر له الأجواء المادية. دعيني فقط أستوضح منك ما قلتيه، ما علاقة الفقر اليوم بما بالخبرات اليوم، خبرات المعلم الذي يبني أجيال، سواء على مستوى الخبرات الاختصاصية أو على مستوى الخبرات العامة في التدريس بشكل عام؟ صحيح صحيح، إن الاحتياج المادي أصبح مسيطرا في العديد من الدول، فهذا الاحتياج يجعل الكل يتلهف لامتلاك لقمة العيش. يعني ربما يعمل تقصدين في أكثر من وظيفة وهذا يشتته عن تركيز انتباهه على التدريس، هذا يشتت الجهود ويقلل من الكفاءات، وبالتالي إذن المسؤولية تقع بالتالي على الحكومات، على الحكومات، على رجال السلطة، على المسؤولين، يعني في مراكز عليا. ضروري من أن نوفر للمعلم الأجواء المادية، لأن الحياة أصبحت صعبة. فالحياة الآن التي يواجهها المعلم ليست هي التي كان في السابق. هل لديك أي أمثلة عن دول متقدمة اليوم يعيش فيها المعلم ظروفا حياتية جيدة وتحفظ له كرامته الحياتية، وبالتالي هو منتج ويبني أجيال؟ هل لديك أي أمثلة عن دول متقدمة يمكن أن يحتذى بها؟ يا أستاذ، بالنسبة للدول العربية في مجال التعليم أتحدث، قمت بزيارات متعددة لمجموعة من الدول العربية وحضرت مؤتمرات متعددة، فدائما المشكل حسب ما أستنتج هو مشكل مادي بالدرجة الأولى، مشكل مادي بالدرجة الأولى. المعلم لا بد أن نوفر له الأجواء المادية والمعنوية والاعتبار، كما يقول شوقي، كاد المعلم أن يكون رسولا. هو منشئ هؤلاء رجال الدولة الذين يسيرون الدول، من الذي أنشأهم؟ من الذي كونهم؟ أليس المعلم؟ يعني هذه النقطة واضحة سيدة خديجة، ولكن كنت أسأل عن أمثلة ربما يحتذى بها في مجال التربية والتعليم. على سبيل المثال التعليم عفوا في كندا متقدم جدا، وكذلك الأمر في هولندا في السويد. جهودكم أنتم في اليونسكو ربما للاستفادة واصطفاء التجربة من الدول المتقدمة في مجال التعليم، إلى أين؟ نعم، كانت هنالك تجربة في المغرب للاستفادة من مجموعة من خبرات الأوروبية المتقدمة في مجال التعليم، لكن دائما أصبح المشكل يا أستاذ أصبح مشكلا سياسيا.
مشكلا ماديا، مشكله نقص في الضمير، في الضمائر الحيه. نعم، والله وصلت الفكرة. ان نعم معلمك في ضمائر الحيه، نعم نعم ان هؤلاء البلدان، بلداننا العربيه، في حاجه الى ضمائر حيه، الى من ياخذ بزمام الامور، يقدم العون للمعلم، يقدم له التقدير، يحتاج الى التقدير، الى وبالتالي لا هذا لا بكل تأكيد سينعكس على أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك يا سيدة خديجة بنهاني، خبيرة اليونسكو في التربية الأساسية وتعليم الكبار، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الرباط.